هنا ومن عالم اليوتيوب ننقل لكم ما رأته العين هالأسبوع. هل بنت كنت أعرفها كتير منيح؟ يس. أوكي، هل يوتيوبر نارين؟ بداية من أنس الشايب اللي شفنا زيارته لفلسطين قبل أيام قليلة، حيث وثق هالزيارة من خلال ستوريات وفيديوهات قصيرة، هذا اللي خلاه بعيد عن أصدقاء المتواجدين بدبي واللي من بينهم بيسان إسماعيل. فمن فترة لفترة بتنزل بيسان ستوري تعبر من خلالها عن اشتياقها لأنس، من بينها هالستوري واللي علقت من خلاله بي ميسيو أنس. أنا عايزك تفضل جنبي. وبالحديث عن بيسان اسماعيل، فظهرت مؤخرا مع نارين بيوتي من كواليس تصوير برنامج نارين اليوتيوبي عندك موهبة اتفضل. عندك موهبة اتفضل. وهذا جاء من بعد تداعيات واشاعات كبيرة زعم فيها البعض انهما كانا على خلاف بسبب عدم ظهورهما مع بعض بعدة مناسبات. بيسان حبيبة قلبي، حبيب اختي الصغيرة. فتساءل الجمهور عن سبب عدم تواجد موفلوكس أيضا خلال التصوير، رغم أنه كان بالحلقة الأولى من البرنامج كعضو بلجنة التحكيم، وربط البعض وزعم أن مو ونارين على خلاف نظرا لعدم ظهورهما مع بعض قبل فترة طويلة. ولكن شفناه مؤخرا مع بيسان إسماعيل بدبي. أما نارين فشفناها بزيارة مع أختها شيرين لبيت كارين وازن بدبي، فشاركوا هالصور والستوريهات من اللقاء. Finally, with two sisters that I actually just met for the first time in real life, but I've been following them for so long and I love them and they're right here. عزز عرور ونور ياسين يشاركان أول صورة لمولودهما الجديد شمس على حسابه على انستغرام وعدة صور ثانية. وصرحت عزة أن تربية شمس وخاصة تجربتهم الأولى عم تاخد كتير من وقتهم، هذا اللي مخليهم بعاد عن الأضواء وعالم اليوتيوب، وأكدت عودتهم قريبا. بنداريتا وبعد عودته لعالم السوشيال ميديا أثار الجدل بفقدانه للوزن بشكل كبير جدا. الله إياد، كيفك؟ حبيت تسلم عليك والد، قال لي انك تابعت. راشد بن عبد الله، ومن بعد فيديوهاته اللي اثارت الجدل قبل فترة، نزل فيديو اعتذار على قناة اليوتيوب، اعتذر من خلاله عن الفيديوهات اللي كان عم بيشاركها قبل فترة، واعلن عن توبته وتراجعه عن الخطأ وحذف كل الفيديوهات، واعلن ايضا عن عودته للسعودية ولقاء اهله، واخيرا صلحه مع اخوه الصغير بدر، مشاركين هالصور مع بعض. نور ستارز عم بتعيش أجواء خيالية بكان بفرنسا، كونها أول يوتيوبر عربية تمشي على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي اللي ضم عدة مشاهير من حول العالم، حيث أطلت بإطلالات مختلفة واختارت الأسود، الأصفر وأخيرا الأحمر. غيث مروان صرح أنه عم بيعاني من الخمول والاكتئاب ومشاكل صحية آخر فترة، هذا اللي مخليه غايب عن الأضواء وخاصة من على يوتيوب، حيث شفناه بالمستشفى مبارحة نظرا لمعاناته من مشاكل بالقولون، فدعواتكم له بالشفاء. عبود جعبري يعلن عن عقد قرانه رسميا من خلال هالصور على صفحته على انستغرام وعدة فيديوهات قصيرة، فألف مبروك لعبود. كريم ولين يثيران الجدل بآخر تصريح لهما ضمن لقائهم مع مجلة فوشيا، حيث صرحا أنهما لم يكن هدفهما تسليط الضوء على حفلة عرسهم اللي أقاموها بالمالديف قبل فترة، فهذا التصريح انتقده عدد كبير من الجمهور مشيرين على أن كل معازيم كانوا يوتيوبرز. الأيام الماضية كنتوا حديث السوشيال ميديا، لأي درجة الميديا بتخدم انكم تكونوا تحت الأضواء؟ والله بتخدم وما بتخدم، يعني نحن بالنسبة لنا كان حفل الزفاف أبدا مو هدفه نكون تحت الأضواء، ولهذا السبب أصلا نحن يعني سافرنا وعملناه برا، بس يعني هو
صارت النتيجة عكسية، إنه لأنه عملناه برا وكان مختلف فصار عليه أضواء كبيرة، بس أبداً ما كان هذا هدفنا. بس تعرفي يعني الحمد لله اللي محبين كتار، فكله كان عم بيشير صورنا وكتير حبوا الكونسبت اللي نحنا عملناه، بس ما كان هذا الهدف. كريم، زعجك إنه تكونوا تحت الأضواء لهي الدرجة؟ هلأ بالعكس، يعني شيء غير مدروس كان بالنسبة لنا. بالعكس مثل ما حكيت لك، هربنا من الأضواء، حبينا نعمل شيء بسيط كثير، بس محبين كتار، الناس كانت كلها عم تنشر. أصدقائنا المقربين هن ما جمعتنا معهم السوشيال ميديا، بالعكس احنا أصحاب من قبل السوشيال ميديا. أصالة المالح كانت ضيفة أحمد النشيط بالحلقة الجديدة من برنامجه اليوتيوبي احزر اليوتيوبر، والشي اللي كانت خايفة منه هو أنها تجيب العيد. هنجيب العيد اليوم. راح نجيب العيد. واللي شفناه واستنتجناه من خلال الحلقة هو صلحها مع نارين بيوتي، حيث الظاهر أنه الخلاف انتهى حسب طريقة حكيها عن نارين ضمن الحلقة. تبقون لنا صوتك حلو، سو ما راح أقول في... بس في أغاني بيقولوا صوت نارين حلو. لا، نارين أداها حلو، بس أنت صوتك حلو، فعندها أغاني حلوة. هل بنت كنت أعرفها كتير منيح؟ يس. أكبر دليل ما عندي رفع. الفولو المتبادل من طرف كل من بيسان تيكت وياسو تي في يشعل السوشيال ميديا نظرا للخلاف القائم بين أعضاء فريق فافا نابولي وياسو تي في من قبل فترة طويلة، وخاصة خلاف ياسو وبيسان تيكت. فهذا الفولو المتبادل تلاه أن فولو متبادل من طرف كريستينا أخت ماريانا غريب وبيسان تيكت. ختاما مع هذا الفيديو لغيث مروان ولانا اللي انتشر قبل ساعات، واللي كان من كواليس تصوير فيديو من فيديوهات أسامة مروى على يوتيوب، حيث كان يعتقد البعض أن الكف كان حقيقي، لا يتضح أنه كان مجرد مزح وتمثيل لا غير. Oh my god! وهون نكون وصلنا لنهاية فيديو الأخبار. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات لتوصلكم كل أخبار اليوتيوبرز أول بأول، ولا تنسوا تتابعونا على صفحتنا على انستغرام، عم ننشر فيها أخبار يوميا، وساعدونا نوصل 200 ألف متابع بأقرب وقت. بشوفكم بالحلقة المقبلة، إلى اللقاء.